من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل محافظة الدقهلية في مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي، فصل دراسة أول عام 2018-2019. في السؤال الأول بيقول كالعادة اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت سين بتساوي 1 و3 و5 وعين دالة على سين وبيان عين ألف و3 وباء و1 و1 و5، فإن ألف زائد باء بكام؟ طيب إحنا عندنا إن سين علاقة عين دالة على سين. طيب يبقى انا عندي المفروض 1 و3 و5 يظهروا كمساقط اولى. طيب ما ظهرش عندي غير الواحد، يبقى اذا الباء والالف مع بعض هما الثلاثة والخمسة، يبقى الف زائد باء بكام؟ ب8. امتحان الدقهلية دي من الامتحانات المهمة، ودائما تيجي الدقهلية امتحاناتها مليانة، فنخلي بالنا من الاسئلة بتاعتها. إذا كانت لام ناقص 3 و2 تقع في الربع الأول، فإن لام يمكن أن تساوي كام؟ عشان تقع في الربع الأول يبقى لازم اللام ناقص 3 دي تكون أكبر من الصفر، أكبر من الصفر، فبالتالي يبقى لام هتكون أكبر من 3، يبقى ممكن لام هتساوي ناقص 3 مش تنفع، هتساوي 2 مش هتنفع لأن الناتج هيبقى بالسالب، هتساوي 7 تساوي 7 ممكن، ما تساويش الصفر لأن هتبقى اللام المسقط الأول بالسالب. أنا عايز المسقط الأول بالموجب لأنه يقع في الربع الأول. إذا كانت 2 أ بتساوي 3 ب، فإن أ 3 أ على 2 ب، فإن 3 أ على 2 ب. طيب أنا عندي أ على ب أصلا بتساوي كام؟ أ على ب أصلا بتساوي إيه؟ بتساوي 3، بتساوي 3 على 2. طيب لما هضرب هنا في 3 هضرب هنا في 2، يبقى أنا هضرب هنا في 3 أضرب هنا في 2. يبقى هينتج عندي لما اضرب في 3 و2 هيبقى 3 في 3 9 على 2 في 2 ب 4 يبقى 9 على 4. يبقى دي 9 على 4. طب إذا كانت س تربيع ص تربيع ناقص 4 س ص بتساوي سالب 4، اثبت أن س تتناسب عكسيا مع ص. يلا نثبت إن س تتناسب عكسيا مع ص. هو بيقول إن س تربيع ص تربيع ناقص 4 س ص بتساوي ناقص 4، هنخليها زائد 4 بتساوي 0. يلا نحلل. حلل مقدار ثلاثي بسيط، س ص في س ص، ودي 2 في 2 سالب في سالب، سالب في سالب بموجب، سالب وسالب سالب، 2 و 2 س ص سالب 2 س ص بسالب 4 س ص بيساوي 0. حللت مقدار ثلاثي بسيط، هلاحظ ان س ص ناقص 2 هي متكرره، قوس متكرر بيساوي 0، يعني اذا س هتدي نفس الحل في كلتا الحالتين بيساوي 0، س ص ناقص 2 بيساوي 0، يعني س ص بتساوي 2. يعني هو بيقول اثبت ان مين؟ س تتناسب عكسيا مع ص، يبقى س بتساوي 2 على ص. انا هقسم على ص، هتبقى س تتناسب عكسيا مع ص. انا عايز ننتبه لحاجه يا جماعه، احنا في ناس كتير بيقولوا ان س تتناسب عكسيا مع 1 على ص، التعبير ده خطا. خطا انك تقول س تتناسب عكسيا مع 1 على ص، ما ينفعش. انت تقول س تتناسب طرديا مع 1 على ص ممكن، لكن هتقول س تتناسب عكسيا مع ص كده التعبير كده صح برضه. يعني التعبير ده انا ممكن اقراه بطريقتين، س تتناسب عكسيا مع ص، او س تتناسب طرديا مع 1 على ص.
سؤال بعد كده، اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أبسط مقاييس التشتت هو الوسط ولا الانحراف ولا الوسيط ولا المدى؟ طبعا المدى أبسط حاجة تقدر تحسبها التشتت هو المدى. إذا كانت ألف واتنين تنتمي للمستقيم ص بتساوي تلاتة س ناقص أربعة، فإن ألف بكام؟ هنعوض عن السين بألف والصاد باتنين، يبقى عندي اتنين بتساوي تلاتة ألف ناقص أربعة، يعني تلاتة ألف بتساوي اتنين زائد أربعة بتساوي ستة، يعني ألف هنقسم على التلاتة هتساوي اتنين، يبقى ألف بتساوي كام؟ اتنين، ستة على تلاتة فالاتنين. طب إذا كانت نون سين بتساوي اتنين، يعني عدد عناصر المجموعة سين باتنين، عدد عناصر مجموعة سين في ص بتساوي تمانية، يبقى عدد عناصر ص تربيع بكام؟ طيب نجيب عدد عناصر ص الأول، يبقى نون ص بتساوي كام يا باشا؟ أن دي سين في ص ودي سين، نقسم ده على ده يبقى بتساوي أربعة. طب ص في نفسها بقى هتبقى بستاشر، لأن عدد عناصر ص في عدد عناصر ص، أربعة في أربعة بستاشر. ما العدد الذي إذا أضيف كل من حدين نسبة 7 إلى 12؟ ما العدد الذي يضاف، مش أضيف، يضاف إلى كل من حدين نسبة 7 و12؟ هنفرض إن العدد س، نفرض أن العدد س، تمام؟ هيبقى عندي 7 س ل12 ص، هتصبح النسبة مساوية لـ2 لـ3. كده انت عملت كده النسبة بتاعتك صح، وبقول عادة هتضيف الحدين دول يديك النسبة دي، يبقى بتعمل ما احنا ترجمنا الكلام اهو، دي زائد وضيفها، انا عملت زائد وليس الضرب. ما العدد الذي، ما العدد الذي يضاف، مش يضرب، يضاف، لو قال يضرب يبقى زي ما كنا عاملين الاول، لكن دي يضاف الى كل من حدي النسبة، بيضاف يبقى س زائد س، 7 زائد س ل12 زائد ص بتساوي 2 إلى 3، يبقى هنقول 7 زائد س على 12 زائد ص بتساوي 2 على 3، اضرب بقى طرفي في وسطين، 3 في 7 ب21 زائد 3 س، ده هو نفس العدد، ده هو عدد واحد بنضيفه ويبقى س وس، س ضفناها للسبعه وس ضفناها لايه؟ هو نفس العدد. يبقى اذا 3 في 7 3 س 21، 3 في س 3 س، 2 في 12 بتساوي 2 في 12 24، زائد 2 زائد 2 في س ب 2 س، يبقى اذا 3 س ناقص 2 س بتساوي 24 ناقص 21، دي ننقلها هنا ودي ننقلها هنا بالمعكوس الجمعي طبعا لكل منهم. 3 ناقص 1 ناقص 2 بسين واحدة بتساوي 24 ناقص 21 3، يبقى العدد اللي هيحقق الكلام ده هو، يبقى العدد هو 3 اللي هنضيفه للسبعة والاتناشر، هتدي النسبة دي، نضيف كده هيبقى 7 و3 10 على 12 و3 15 بيساوي على 5 فالتلاتة على 5، على 5 فالاتنين على 5 فالتلاتة، اي 2 الى 3. السؤال الثالث، احسب الانحراف المعياري للقيم الاتيه 2 5 6 8 9. طبعا عشان اجيب الانحراف المعياري بقى انا اجيب الاول الوسط الحسابي، الوسط الحسابي اللي هو س بار بتساوي س بار اللي هو 2 مجموع الاعداد 5 6 8 9 على العدد 1 2 3 4 5 بتساوي 2 5 6 8 9 على 5 اللي هو العد، عشان اجيب الانحراف المعياري اللي اجيب بس ايه الوسط الحسابي اولا. 2 و 5 7، 7 و 6 11، 7 6 13 و 8 21 و 9 30 على 5 بتساوي 6. تاني 2 و 8 10، 5 و 5 10، 1 مع 9 يبقى 10، يبقى كده فعلا 30، 2 و 8 10، ده ما عدا 10 وفي 1 كمان يبقى ده 21، و 9 30 على 5 في 6، يبقى س بار بتساوي 6، يبقى أنا عايز أجيب س ناقص س الأول أهيت، بعد كده س ناقص س بار، و س
ناقص سين بار تربيع. أنا عندي السين 2 5 6 8 9. 2 5 6 8 9. 2 من 6 سالب 4. 5 من 6 سالب 1. 6 من 6 0. 8 من 6 2 9. من 6 3. 4 16 1 0. 2 في 2 ب4 3 في 3 9. ايه المجموع؟ مجموع الكلام ده 16 1 17. يبقى كله 4 تاني ادي 10 و20 30. 30 يبقى عندي الانحراف المعياري بتساوي جذر التربيعي سين سيجما سين ناقص سين بار كل تربيع على نون، بتساوي جذر التربيعي سيجما سين ناقص سين بار تربيع اللي هو 30 30 على نون اللي هو 5 بتساوي جذر 6. جذر 6 2 و5 من 10 تساوي تقريبا 2.45. ده الانحراف المعياري. المصمم الممثل للدالة د من ح لح حيث د س بتساوي 3 س زائد أ يقطع محور الصادات في النقطة ب و 7. أوجد قيمة 2 أ ناقص 5 ب. لما يقطع محور الصادات عند النقطة ب و 7 يبقى ب بإيه؟ هذا محور الصادات بيقطع عنده 2 عند باء و7 يبقى باء هنا بايه؟ باء و7 باء بايه؟ اللي هي السين المركبه السينيه بصفر، يبقى 0 و7. يبقى اذا اول حاجه انا عرفتها الباء بايه؟ يبقى باء بتساوي 0. طيب اوجد قيمه 2 ا ناقص 5 باء، يبقى انا عايز اجيب 2 ا ناقص 5 باء. اصبحت النقطه عند 0 و7 بتحقق المعادله دي، بتحقق د س بتساوي د س بتساوي 3 س زائد أ. هنجيب بقى إيه منها؟ من 0 و7 يعني 7 بتساوي 3 0 0 زائد أ، يبقى أ بتساوي 7. يبقى إذا أنا جبت باء بصفر وأ بسبعة من المعادلة، أصبحت نقطة 0 و7 عوضت طلعت قيمة أ طلعت بسبعة، يبقى 2 أ ناقص 5 باء اللي هو القيمة المطلوبة، قيمة المقدار المطلوب أ 2 7 ب14 ناقص 0 5 و0 ب0 يبقى بيساوي 14. يبقى إذا القيمة اللي عندي بتساوي كام؟ 14. بالنسبة للسؤال اللي هو رقم احنا رقم 4 بيقول إذا كانت أ على 4 بتساوي ب على 5 بتساوي ج على 3، اثبت ان ا ناقص ب زائد ج على ا زائد ب ناقص ج بتساوي 1 على 3. ازاي نسبة الكلام ده؟ احنا عارفين ان عندنا ده تناسب، يبقى اذا ا بتساوي 4 م، نفرض الكلام بيساوي م، وباء بتساوي 5 م وج بتساوي 3 م. يبقى الأيمن الطرف الأيمن ده بقى هيساوي إيه؟ أ ناقص 4 ناقص باء زائد ج، أ بإيه؟ 4 م زائد باء 5 م، ده ناقص باء مش ناقص ناقص باء، زائد ج اللي هي ب 3 م على أ ب 4 م، باء ب 5 م، ج ب 3 م بتساوي 4 و5 4 و 3 7 شيل 5 يبقى بقى 2 م على 4 و 5 9 شيل 3 6 م، م مع م و 2 على دي، فالواحد ناد في 3
بتساوي 1 على 3 اللي هو الطرف الأيسر الأيمن. إذا كانت س بتساوي 1 و2 وص بتساوي 0 و2 و3 وكانت يعني علاقة من س لص حيث أ ع ب، تعني أن أ زائد ب عددا أولي لكل أ تنتمي س وب تنتمي س، اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وهل عند ال. إيه هو العدد الأولي؟ العدد الأولي هو الذي لا يقبل القسم إلا على نفسه هو الواحد الصحيح، زي الاتنين تلاتة خمسة والسبعة تسعة، مش أول تقبل على التلاتة وعلى التسعة، كل الأعداد دي تقبل على نفسها والواحد. 11 13 دي أعداد أولية زي ما احنا عارفين. طيب يلا بقى نحقق ايه الكلام ده. هو بيقول ان ا زائد ب عدد اولي، يبقى انا هاخد عنصر من ا او العين بتساوي مجموعة العناصر واحد واحد وصفر، ما ينفعش واحد مش اولي، اول اعداد الاولية الاتنين، يبقى واحد واتنين تلات، يبقى واحد واتنين مجموعهم بيدي عدد اولي. زوج تاني واحد وتلاتة اربعة، ما ينفعش لان اربعة تقبل على الاتنين. بعد كده نشوف بقى الاتنين والصفر، اتنين والصفر، طب اتنين واتنين اربعة ما ينفعش، اتنين وتلاتة خمسة، اتنين وتلاتة يبقى خمسة. يبقى كده هي دي العلاقة بتاعتنا، ا زائد ب عدد اولي لكل س، اكتب بين عين مثلها بمخطط سهمي وهل عين دالة ولا لا. طبعا عين ليست دالة لان الاتنين اللي هي احد مساقط العناصر المجموعة الاولى ظهر كمسقط مرة مرتين كمسقط اول، يبقى اولا ليست دالة لان اتنين ظهر كمسقط اول مرتين. طيب تعالى بقى نشوف هل ازاي نمثلها بمخطط سهمي، ادي السين واحد واتنين وديت الصاد اللي هي صفر وتلاتة واتنين وتلاتة، قلنا الواحد للاتنين والاتنين للصفر والاتنين للتلاتة، يبقى دي ليست دالة. إذا كانت اتنين ناقص ناقص س وصاد، إذا كانت تلاتة ناقص س وصاد زائد اتنين بتساوي سالب أربعة وأربعة، أوجد قيمة جذر س زائد صاد، عايز أجيب قيمة جذر س زائد صاد. طيب أولا أنا هجيب س والصاد، أنا عندي المسقط الأول في الأزواج المرتبة، المسقط الأول بيساوي الأول، يبقى أقول تلاتة ناقص س بتساوي ناقص أربعة، وبالتالي هيبقى ناقص س بتساوي تلاتة زائد أربعة، وبالتالي السالب س بتساوي سبعة، يعني س بتساوي ناقص سبعة، س هتساوي سالب سبعة. المسقط التاني اللي هو الصاد زائد اتنين بتساوي أربعة، يعني صاد بتساوي أربعة ناقص اتنين بتساوي اتنين، يبقى جذر اتنين ناقص س بتساوي ناقص أربعة، ما يكون تلاتة ناقص س بتساوي ناقص أربعة، يبقى ناقص س بتساوي تلاتة وأربعة، دي زائد س دي زائد، يبقى س س بتساوي تلاتة وأربعة سبعة، يبقى إذا س زائد ص جذر س زائد ص بتساوي جذر سبعة زائد اتنين بتساوي جذر تسعة بتساوي تلاتة. السؤال الأخير، الشكل المقابل يمثل دالة، دال من دال س. سؤال ب في خمسة بيقول الشكل المقابل يمثل الدالة دال، بحيث إن دال س بتساوي لام س تربيع ناقص سبعة، مساحة المثلث أ ب ج اللي هو دوت بتساوي 21، والنقطة أ اللي هي النقطة أ دي بالصفر وسالب سبعة، أوجد إحداثي نقطة ب ثم أوجد قيمة لام. طيب علشان أجيب إحداثي نقطة ب، أنا عندي مساحة المثلث ده بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، الارتفاع عندي أنا هاخد وحدة الموجبة دي سالب سبعة، الارتفاع هيبقى بسبعة عندي، يبقى مساحة المثلث بتساوي نص ب ج في واو ألف،
واو ألف بتساوي نص ب ج ما نعرفش بكام في واو ألف بسبعة، والمساحة دي بواحد وعشرين، مساحة بواحد وعشرين على السبعة في الواحد على السبعة في التلات، يعني ب ج بتساوي اتنين في تلاتة بستة، ب ج بستة. يبقى إذن واو ب بتساوي تلاتة، يعني النقطة بقى إحداثيات. يبقى إذا إحداثي ب هو إيه؟ مش إحنا كده ماشيين عند التلاتة أهي والصاد بصفر، يبقى تلاتة وصفر دي إحداثي مين؟ ب. دي أول حاجة إحداث نقطة ب جبته. ثم أوجد قيمة لام، هعوض بقى في النقطة اللي جت دي إحداثي ب في الدالة عشان أجيب لام. طب لام أنا يعني عندي دال س بكام هنا؟ بتلاتة اللي هي الصاد، يبقى تلات بتساوي لام، دال سين بصفر 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 بتساوي لام في السين، السين بكام؟ بتلاتة، في تلاتة بتسعة ناقص سبعة، يعني عندي تسعة لام بتساوي سبعة، يعني لام بتساوي سبعة على تسعة. يبقى أنا جبت له كمان لام، هو عاوز إحداث نقطة ب ونقطة وإحداث وقيمة اللام. وكده خلصنا الامتحان بتاع البقرية، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.